السلام عليكم سادة المشاهدين، حياكم الله بحلقة جديدة من برنامج كربلاء محط الرحال. راح تكون ضيفتنا بهذه الحلقة الحاجة أم محمد من لبنان. راح نتكلم حول القضية الحسينية وحول زيارة الإمام الحسين عليه السلام. ومعكم سادة المشاهدين هذه الحلقة. حياك الله يا أم محمد بكربلاء المقدسة، والحمد لله على سلامتك، خصوصا ما تكلفتي عن السفر وثيتي لزيارة الإمام الحسين عليه السلام، فحياك الله بكربلاء. الله يسلمكم ويحفظكم ويطول أعماركم بحق محمد وآل محمد. حياك الله. هذه أي مرة تجي لزيارة الإمام الحسين؟ والله ما بينعد وما بعرف. نعم، كل مرة تجي لزيارة الإمام الحسين عليه السلام أكيد يختلف الشعور عندما تجي لزيارة. كل مرة بيجي فيها للإمام الحسين عليه السلام بيصير الشوق والحنين للحسين أكثر من المرة اللي قبلها. شنو السبب؟ لأنه الحسين سلام الله عليه هو ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وآله هو الذي قال: من أحب حسينا أحبه الله. أحسنت. لما الإمام الحسين عليه السلام اللي هو ريحانة وهو ثمرة فؤاد الزهراء، فهذا الحنين والشوق إلى الجنة منشم من خلال رائحة الحسين عليه السلام. مجرد ما أتينا إلى كربلاء شعرنا بروح الجنة، شعرنا أننا بالجنة، ما منشعر حالنا أننا على الأرض أبدا. منه إذا تجي للتأس، تأس العراق هو تأس حار صحراوي، ولكن تشعر بالجنة وكأنك يعني ذاهب إلى الجنة ولا تستطيع الخروج منها. أحسنتم. عند أعتاب حضرة الإمام الحسين عليه السلام، كل شخص عندما يدخل للحضرة المطهرة أكيد يخالج شعور، لكن هذا الشعور يختلف ما بين شخص وشخص حسب الحاجة وحسب الطلب اللي يتقدم به الإمام الحسين عليه السلام. فكون شعورك قد ما دخلت لحضرة المولى؟ كل ما دخلت لحضرة المولى أشعر روحي كما قلت أنني في الجنة، ولكن القلب ينعصر كما قال الإمام: عبرت الحسين عليه السلام عبرت كل مؤمن ومؤمنة، الدمعة لا تزال إلى يوم القيامة، لأنه الحسين عليه السلام ثمرت فؤاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والرسول هو جل من قال، وقوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، هذا قول رب العالمين عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. النبي هو الذي قال: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. بارك الله بك. أنت كمؤمنة إن شاء الله، وأكيد أطفال موجودين والتربية خاصة بهذا الوقت، لكن بهذا الوقت يحتاج من عندنا أنه تربيتنا وتربيتنا لأطفالنا تكون هي وفق المعايير ووفق القضية الحسينية ووفق المبادئ اللي تركناها الإمام الحسين عليه السلام. فكيف علمتي أبنائك داخل البيت على هذه القضية؟ أهم شيء في الحياة بالتربية الأطفال والجهال والأولاد هي أكل الحلال، اللقمة الحلال، لأن الإمام الحسين عليه السلام يوم عاشوراء وقف وخاطب القوم قال: ملئت بطونكم من الحرام فخرجتم على إمام زمانكم. أهم شيء أنك تعلم على حب الحسين وأهل البيت، لأنه علي بن أبي طالب عليه السلام حبه حسنة لا تضر معها سيئة، وبغضه سيئة لا تنفع معها حسنة، هذا قول رسول الله صلى الله عليه وآله. فأنت يجب على كل إنسان يعلم أولاده على حب محمد وآل محمد، لأن من أحب محمد وآل محمد أحب الله، ومن أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أطاع الله. فإذا كان أنت مطيع لله وربيت ولدك على أكل الحلال واللقم الحلال والصلاة والزكاة والخمس، لأنه من الواجبات الشرعية أنك تعلمهم على الخمس والصلاة والزكاة، أهم شيء الصلاة. نعم. لأنها عمود الدين. خلينا نركز موضوعنا على الصلاة، مثل ما ذكرت أنه الصلاة عمود الدين، إن قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها. بالتالي أنه يجب علينا أنه نعلم أبنائنا بهذا الموضوع، فكيف علمتيهم وربيتي أبنائك من هم الصغار على هذا الفرض الواجب؟ الحمد لله أنه بفضل الله ومحمد وآل محمد أنا وزوجي ربينا أطفالنا وولدنا على حب أهل البيت منذ الصغر، لأنه هذه هي الحياة الحقيقية، أنك إذا أنت حبيت
محمد وآل محمد أحبيت الله، وإذا أطعت محمد وآل محمد أطعت الله، لأنه هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم آخر الأنبياء. نعم. وإمامنا أمير المؤمنين عليه السلام النبي قال له ألا أنه لا نبي بعدي، لو في نبي بعدي لكان علي بن أبي طالب عليه السلام. ومن أحب شخص أحب ذريته، نحن بفضل الله بنحب محمد وآل محمد، لأجل ذلك إذا نحن أحبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم حبينا، لما هو بقول حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسينا، فحبا بالنبي بنحب الحسين عليه السلام. ولكن بقاء دين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 23 عام تعب النبي لأجل أن يقف الدين على علم، تقوله انه لانه هو الدين الباقي وهو الدين الاخير بالنهايه، هو الاخير النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بقتل الحسين بدماء الحسين بقي دين الاسلام ودين التشيع الى يوم القيامه بحرمه الصلاه على محمد وال محمد بدماء الحسين. اللهم صل على محمد. بهذا الوقت يعني اكيد راح يكون عندكم تجسيد للقضية الحسينية ببلدكم بلبنان هناك، يعني أكيد أكيد تستمر هذه الأجواء الحسينية بالأشهر العادية أم فقط بالعاشورة وفقط بزيارة الأربعة؟ لا والله الحمد لله بفضل الله وبفضل بركة محمد وآل محمد، على مدار السنة نحن نعمل المجالس ونذكر أهل البيت عليهم السلام ونربي أولادنا على هذه النطاق من الحياة، حتى لأنه الحياة أيام قليلة زائلة، أي حياة أيام قليلة، ما هي متاع الدنيا قليل فزائل. نعم. فإذا كان متاع الدنيا قليل وهو الآخرة هي الباقية والباقيات الصالحات خير لك وأبقى. نعم. فهي نحن بنربي أولادنا بفضل الله على هذا المنهج حتى يقولوا بآخرتهم يكونوا ضامتين بحياتهم الأخروية الباقي. أحسنتم بارك الله بكم. خلينا نروح بفاصل قصير لحضرة المولى أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وبعد هذا الفاصل إن شاء الله راجعين معكم. رجعنا من هذا الفاصل لحضرة المولى أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وهذه المشاهد الحزينة عاد ما نشوف أنه توافد الكثير من الزائرين لأداء مناسك هذه الزيارة. شنو تترك بشعوركم عاد ما نشوفون هذا العدد الكبير الوافد لزيارة الإمام الحسين عليه السلام؟ نشكر الله ونحمده على هذه الأعداد وعلى هذه الزوار، لأنه الإمام الحسين عليه السلام يعني لو أقوله نحن لما نطلع من عنده نترك الروح، نطلع جسد بدون روح للبنان. نعم. بالصراحة يعني كل إنسان لبناني اسأله قل له أنت أو أي إنسان زائر شيعي قل له شو تركت وترك فيك الإمام الحسين لما طلعت من كربلاء، بيقول لك تركت روحي وقلبي عند الحسين وعقلي عند الحسين، ولكن خرجت ورجعت إلى بلدي لأني مجبر للرجعة، رجعت جسد بلا روح، جسد بلا روح. وبنشكر الله هذه الأعداد اللي تفضلت بها العقيلة زينب سلام الله عليها وتكلمت عنها من 1400 سنة. نعم. لما قالت ليزيد أبالآفاق أم بالأرض بدك تمحو ذكرنا، فوالله لم تمحو ذكرنا ولم تميت وحينا، تكلمت عن الآفاق العقيلة زينب سلام الله عليها. عليها السلام. شنو مثلت لكم العقيلة زينب عليها السلام بتطبيقها للعترة الطاهرة وتطبيقها لقوانين القضية الحسينية والإسلام بهذا الوقت؟ شنو التمستوا من العادات والتمستوا من القوانين اللي تركتها وطبقتوها بهذا الوقت الحالي؟ لله الحمد، الحجاب والستر والشجاعة والوقوف بوجه الظالمين. نعم. وأن لا تقول للظالم نعم. نعم. من هذه البطلة، بطلة كربلاء، تشجعنا بشجاعتها. أحسنتم بارك الله بيك. بالوقت اللي يكون بزيارة الإمام الحسين عليه السلام بكربلاء مثل ما زيارة العاشرة أو زيارة الأربعينية، فبهذا الوقت بلبنان كيف تترجمون زيارة الإمام الحسين عليه السلام كنساء؟ كيف تقيمون هذه المآسي؟ كيف تقيمون المجالس بهذاك الوقت؟
بعاشوراء تكون طبعا الحزن عام. نعم. فترة 40 يوم أو أكثر من 40 يوم لباس الأسود من الأطفال، حتى من الرضع، حتى من الرضع يعني يكون اللباس أسود، والحزن وحضور الأطفال بالمجالس لأجل أن يتأسوا ولأجل أن يتعلموا من مدرسة الإمام الحسين، لأن الإمام الحسين مدرسة، مدرسة علمتنا على الدين وعلى الصمود بوجه العدو وعلى البقاء وعلى كل شيء يكون لله فيه رضا ولرسوله صلى الله عليه وآله عليه الصلاة والسلام. بكربلاء المقدسة كم شخص حملت الأمانة للزيارة؟ والله لا يعد ولا يحصى، لأنه كل ما جينا الكربلاء أو طلعنا للزيارة، كل ما من علم بأننا سوف نذهب إلى الزيارة يقول لنا قلدناكم الدعاء والزيارة، نلتمس الدعاء، ادعوا لنا، صلوا لنا ركعتين، إلى آخره، لا يعد ولا يحصى. نعم أحسنتم، بارك الله بكم إن شاء الله. وبعض الناس وأكثر الناس تنزل الدمعة وتقول هنيئا لكم، أنتم سوف تزورون، زوروا عننا وعن ودعوا لنا وإلى آخره، وطلبوا لنا أن نحن كمان نكون من الزائرين. نعم أكيد تمنيت أنه هذه الزيارة تكون مو الأخيرة إن شاء الله لزيارة الإمام الحسين. إن شاء الله، اللهم لا تجعلها آخر العهد مني لزيارة أبي عبد الله الحسين. بارك الله بك. خدمة الإمام الحسين عليه السلام لهم دائما من أدنى خالص الامتنان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل خدمتهم الإمام الحسين. شو تقولين لخدمة الإمام الحسين عليه السلام؟ بقولهم مأجورين، مشكورين، هنيئا لهم الخدمة، ويريت أنا بكون وحدي من اللي بيخدم عند الإمام الحسين عليه السلام، وأتشرف بهذه الخدمة، وحتى لو كان خدمة عال أقدام الزوار الحسين عليه السلام. بارك هنيئا لهم، بارك الله بك إن شاء الله، وأغبطهم على هذه الخدمة إن شاء الله تكون اسم حضرتكم من ضمن المسجل اسمهم بضريح المولى أبي عبد الله أمين السلام من الخدم إن شاء الله. لكن أكيد هذا بلبنان يكون عندكم خدمة الإمام الحسين عليه السلام. أكيد في خدم الإمام الحسين خاصة بالزيارة. أكيد أتوقع أنه أكو تكون عندكم مسيرة خاصة من مناطق متعددة لسيدة خولة عليه السلام. نحن بعاد عن السيدة خولة، نحن بالجنوب جبل عامل. نعم. بس في دائما بالطرقات يعني تلاقي من الجنوب، من أول الجنوب لتلحق بيروت، كله بيوقفوا على الطرقات يضيفوا يخدموا، يعني كل من نوع الخدمة يخدموها للمارة لأجل أنه تكون إطعام على حب الحسين سلام الله عليه. عليه السلام إن شاء الله. شو تعني لكم كربلاء المقدسة في لبنان؟ كربلاء جنة الدنيا والآخرة، تعني لنا كل شيء، يعني ما بنعرف نوصف، ما في وصف لكربلاء. أحسنتم. احنا دائما نترك وقت قليل لكل ضيف ببرنامج كربلاء محط الرحال حتى يتوجه بطلب للإمام الحسين عليه السلام، فشنو تطلبين من الإمام الحسين؟ بطلب العودة ثم العودة ثم العودة.